بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا الدرس الجديد من دروس رسائل النور التي نقرأ فيها من كليات رسائل النور لبديع الزمان سعيد النورسي رحمه الله ورضي الله تعالى عنه. وصلنا إلى الحكمة من وقت صلاة العشاء، والتي نقرأها من الكلمة التاسعة من كتاب الكلمات. وهذه الحكمة تتكلم عن حكمة تخصيص الصلاة في وقت العشاء، وأيضا عن يعني ما الذي سيأتي بها في النكتة الخامسة، يتكلم أيضا عن الحكمة أو عن المعاني التي ممكن أن نستفيدها ونستشفها في هيئات الصلاة، أي في قول في التكبير وفي قراءتنا للفاتحة كما في وقت المغرب، خصوصا في النكتة الخامسة. نقرأ: أما وقت العشاء فبماذا يذكر؟ فيذكر بغشيان عالم الظلام وستره آثار عالم النهار بكفنه الأسود، ويذكر أيضا بتغطية الكفن الأبيض للشتاء وجه الأرض الميتة، وبوفاة حتى آثار الإنسان المتوفى ودخولها تحت ستار النسيان، وبانسداد أبواب دار امتحان الدنيا نهائيا، ويعلن في ذلك كله تصرفات جلالية للقهار ذي الجلال. نقرأ وقت الليل أيضا ووقت التهجد في الليل، ثم ننتقل إلى النكتة الخامسة. أما وقت الليل فإنه يذكر بالشتاء وبالقبر وبعالم البرزخ، فضلا عن أنه يذكر روح الإنسان بمدى حاجتها إلى رحمة الرحمن. أما التهجد في الليل فإنه يذكر بضرورته بالضياء لليل القبر ولظلمات عالم البرزخ، وينبه ويذكر بنعم غير متناهية للمنعم الحقيقي عبر هذه الانقلابات، ويعلن أيضا عن مدى أهلية المنعم الحقيقي للحمد والثناء، عن مدى أهليته سبحانه وتعالى للحمد والثناء. نعم. أما الصباح الثاني فإنه يذكر بصباح الحشر. نعم، كما أن مجيء الصبح لهذا الليل ومجيء الربيع لهذا الشتاء معقول وضروري وحتمي، فإن مجيء صباح الحشر وربيع البرزخ هما بالقطعية والثبوت نفسهما. فكل وقت إذن من هذه الأوقات الخمسة بداية انقلاب عظيم، ويذكر بانقلابات أخرى عظيمة. يعني الإنسان لا ينظر إلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء هكذا يأخذه على أنها سبهللة، هذا عمر، هذا يذكر إلى انقلابات ضخمة جدا كبيرة جدا تحدث في الكون، من ذراته إلى مجراته، في عالم الإنسان، في عالم الكون، في السنة التي الإنسان في الأرض التي الإنسان يعيش عليها. فيجب أن يأخذ هذه الأوقات بجدية، ويحاول أن يستغلها فيما يرضي ربه عنه. نعم، فكل وقت إذن من هذه الأوقات الخمسة بداية انقلاب عظيم، يذكر بانقلابات أخرى عظيمة، فهو يذكر أيضا بمعجزات القدرة الصمدانية وهدايا الرحمة الإلهية، سواء منها السنوية أو العصرية أو الدهرية. شرحنا هذا. نعم، السنوية هو الفصول، العصرية قلنا عمر الإنسان منذ أن كان صغيرا إلى أن يأتي أجله، الدهرية هو عمر الكون منذ بداية خلق الكون إلى يوم القيامة. كل وقت من هذه الأوقات تذكر، فالأستاذ هنا يصور لنا الآخرة وكأننا نعيش بها هنا في هذه الدنيا بشكل منطقي وشكل عقلاني، بإشارات تصرفاتها اليومية العظيمة. إذا هذه التصرفات اليومية، تقلب الليل والنهار والفصول وكذا، هذا يشير أيضا إلى الآخرة، أي أن الصلاة المفروضة هي وظيفة الفطرة وأساس العبودية، والدين المفروض لائقة جدا ومناسبة جدا في أن تكون في هذه الأوقات حقا.
إن شاء الله الآن اتضحت النقاط لمن سمع أيضا الدروس السابقة. الآن نقرأ إن شاء الله وقت العشاء. طبعا كما قلنا أن وقت العشاء والمغرب في النكتة الخامسة أيضا تتكلم عن هيئات الصلاة، يعني ماذا يستشعر الإنسان أثناء الصلاة، ليس فقط عن حكمة الوقت بحد ذاته. فهذه المعاني أيضا تنطبق على جميع الصلوات المؤدات، إن كان في الظهر أو في الصبح أو في العصر إلى آخره. نعم، وعند وقت العشاء ذلك الوقت الذي تغيب في الأفق حتى تلك البقية الباقية من آثار النهار، ويخيم الليل فيه على العالم، فيذكر بالتصرفات الربانية لمقلب الليل والنهار. قلنا يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، وسخر الشمس والقمر، وهو القدير ذو الجلال في قلبه تلك الصفحة البيضاء إلى هذه الصفحة السوداء. نعم، ويذكر كذلك بالإجراءات الإلهية لمسخر الشمس والقمر، وهو الحكيم ذو الكمال في قلبه الصحيفة الخضراء المزينة للصيف إلى الصحيفة البيضاء الباردة للشتاء. ويذكر كن فيكون، كتقليب الصحيفة بين النهار والليل، بين الفصول. نعم، وكأننا أمام رسام، أمام مصمم، في أمر واحد تنقلب هذه الصحيفة. نعم، ويذكر كذلك بالشؤون الإلهية لخالق الموت والحياة في الصباح، وبما يذكر به من الفصول، وفي حياة الإنسان في الطفل يتذكر الإنسان الحياة، ولما في وقت المغرب والعشاء عندما يرى زوال هذه الأشياء ويرى شيخوخة الإنسان ويرى فصل الشتاء، كيف أن هذه النباتات وهذه الأشجار حتى الحياة كلها تتغير وتتبدل كأنها ميتة. نعم، فيتذكر من الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. نعم، إذن كذلك بالشؤون، يذكر كذلك بالشؤون الإلهية لخالق الموت والحياة بانقطاع الآثار الباقية بمرور الزمن لأهل القبور من هذه الدنيا وانتقالها كليا إلى عالم آخر. فهو وقت يذكر بالتصرفات الجلالية وبالتجليات الجمالية لخالق الأرض والسماوات، وبانكشاف عالم الآخرة الواسع الفسيح الخالد العظيم، وبموت الدنيا الضيقة الفانية الحقيرة. عندما يرى الإنسان كل شيء إلى زوال، لا يبقى طعم للدنيا حقيقة، هذه الدنيا التي غرتنا وغرت بالكثير. الإنسان في يوم واحد، في وقت واحد، ممكن أن يتعرف على ماهية وحقيقة الدنيا. نعم، في وقت المغرب أو في وقت العشاء. وبموت الدنيا الضيقة الفانية الحقيرة ودمارها دمارا تاما بسكراتها الهائلة، إنها فترة أو حالة تثبت أن المالك الحقيقي لهذا الكون، بل المعبود الحقيقي والمحبوب الحقيقي فيه، لا يمكن أن يكون إلا من يستطيع أن يقلب الليل والنهار والشتاء والصيف والدنيا والآخرة بسهولة كسهولة تقليب صفحات الكتاب، فيكتب ويثبت ويمحو ويبدل، وليس هذا إلا شأن القدير المطلق النافذ حكمه على الجميع جل جلاله، من الذرات إلى المجرات، نفس الحكم، نفس القانون. نعم، وهكذا فروح البشر التي هي في منتهى العجز وفي غاية الفقر والحاجة، والتي هي في حيرة من ظلمات المستقبل وفي وجل مما تخفيه الأيام والليالي، تدفع الإنسان عند أدائه لصلاة العشاء بهذا المضمون، ألا يتردد في أن يردد على غيار سيدنا إبراهيم عليه السلام: لا أحب الآفلين، لا أحب الآفلين، فيلتجئ بالصلاة إلى باب من هو المعبود الذي لم يزل، ومن هو المحبوب الذي لا يزال مناجيا ذاك الباقي السرمدي في هذه الدنيا الفانية، وفي هذا العالم الفاني، وفي هذه الحياة المظلمة والمستقبل المظلم، لينشر على أرجاء دنياه النور من خلال صحبة خاطفة
ومناجاة مؤقتة، ولينور مستقبله ويضمد جراح الزوال والفراق عما يحبه من أشياء وموجودات ومن أشخاص وأصدقاء وأحباب، بمشاهدة توجه رحمة الرحمن الرحيم وطلب نور هدايته، فينسى بدوره تلك الدنيا التي أنسته والتي اختفت وراء العشاء، فيسكب عبرات قلبه ولوعة صدره على عتبة باب تلك الرحمة، ليقوم بوظيفة عبوديته النهائية قبل الدخول فيما هو مجهول العاقبة، ولا يعرف ما يفعل به بعده من نوم شبيه بالموت، وليختم دفتر أعماله اليومية بحسن الخاتمة، ولأجل ذلك كله يقوم بأداء الصلاة، فيتشرف بالمثول أمام من هو المعبود المحبوب الباقي بدلا من المحبوبات الفانية، وينتصب قائما أمام من هو القدير الكريم بدلا من جميع العجزة المتسولين، وليسمو بالمثول في حضرة من هو الحفيظ الرحيم، لينجو من شر من يرتعد منهم من المخلوقات الضارة، فيستهل الصلاة بالفاتحة أي بالمدح والثناء لرب العالمين الكريم الرحيم الذي هو الكامل المطلق والغني المطلق، بدلا من مدح مخلوقات لا طائل وراءها وغير جديرة بالمدح وهي ناقصة وفقيرة، وبدلا من البقاء تحت ذلة المنة والأذى، فيرقى إلى مقام الضيف الكريم في هذا الكون، وإلى مقام الموظف المرموق فيه رغم أنه ضئيل وصغير بل هو معدوم. إذا بأداء هذه الوظيفة يسمى ويرقى الإنسان، لذلك الإيمان هو الذي يرفع الإنسان. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. نعم، وعندما وصف الله عز وجل الكافرين قال إنهم كالأنعام بل هم أضل لعدم حملهم للإيمان. نعم، وإلى مقام الموظف المرموق فيه رغم أنه ضئيل وصغير بل هو معدوم، وذلك بسموه إلى مرتبة خطاب إياك نعبد وإياك نستعين، أي انتسابه لمالك يوم الدين ولسلطان الأزل والأبد، فيقدم بقوله إياك نعبد وإياك نستعين عبادات واستعانات الجماعة الكبرى والمجتمع الأعظم لجميع المخلوقات، طالبا الهداية إلى الصراط المستقيم. نعم، يقدم أيضا استعانة جميع المخلوقات. لماذا؟ قلنا حياة الإنسان أصلا متوقفة على ماذا؟ على حياة المخلوقات كلها، متوقفة على دوران الأرض حول نفسها ودوران الأرض حول الشمس، ومتوقفة أيضا على سير هذه المجموعة الشمسية كلها بانتظام وبدقة، ومتوقفة أيضا على حياة المخلوقات الأخرى التي هي على سطح الأرض. نعم، فالإنسان بما أنه يمثل هذه الجماعات الكبرى، الجماعة الكبرى وهذا المجتمع لجميع هذه المخلوقات، هو المناط بتقديم الاستعانة، إياك نعبد، هذه النون جمعية النون، نعبد وإياك نستعين. نعم، طالبا الهداية إلى الصراط المستقيم الذي هو طريقه المنور الموصل إلى السعادة الأبدية عبر ظلمات المستقبل بقوله اهدنا الصراط المستقيم، ويتفكر في كبريائه سبحانه وتعالى، ويتأمل في أن هذه الشموس المستترة التي هي كالنباتات والحيوانات النائمة الآن، وهذه النجوم المنتبهة جنود مطيعة مسخرة لأمره جل وعلا، وأن كل واحد منها ما هو إلا مصباح في دار ضيافته هذه، وكل واحد منها خادم عامل، فيكبر قائلا الله أكبر ليبلغ الركوع. لو أن الشمس مثلا أبت أن تخرج في النهار الثاني، قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء، لكنها جندي عامل طائع لله عز وجل. نعم،
وإن كل واحد منها ما هو إلا مصباح في دار ضيافته هذه، وكل واحد منها خادم عامل، فيكبر قائلا الله أكبر ليبلغ الركوع، ثم يتأمل بالسجدة الكبرى لجميع المخلوقات، كيف أن أنواع الموجودات في كل سنة وفي كل عصر كالمخلوقات النائمة في هذا الليل، بل حتى الأرض نفسها وحتى العالم كله إنما هي كالجيش المنظم، بل كالجندي المطيع، عندما تسرح من وظيفتها الدنيوية بأمر كن فيكون، أي عندما ترسل إلى عالم الغيب تسجد في منتهى النظام في الزوال على سجادة الغروب مكبرة الله أكبر، وهي تبعث وتحشر كذلك في الربيع بنفسها أو بمثلها، بصيحة إحياء وإيقاظ صادر من أمر كن فيكون، فيتأهب الجميع في خضوع وخشوع لأمر مولاهم الحق. في الشتاء ترى النباتات كلها أو أغلبها يعني كأنها ميتة، والأشجار كذلك، وإذا بالربيع كأنه بأمر كن فيكون، هذه الصحيفة البيضاء تقلب إلى خضراء مباشرة. نعم، فهذا الإنسان الضعيف اقتداء بتلك المخلوقات يهوي إلى السجود أمام ديوان الرحمن ذي الكمال والرحيم ذي الجمال قائلا الله أكبر، في حب غامر بالإعجاب، وفي فنائية مفعمة بالبقاء، وفي ذل مكلل بالعز. هذا يعني كلام رائع جدا، وفي فنائية مفعمة بالبقاء، وفي ذل مكلل بالعز. إذا الفناء بالله عز وجل بقاء، والذل لله عز وجل عز. نعم، فلا شك يا أخي قد فهمت أن أداء صلاة العشاء سمو وصعود فيما يشبه المعراج، وما أجملها من وظيفة، وما أحلاها من واجب، وما أسماها من خدمة، وما أعزها وألذها من عبودية، وما أليقها من حقيقة أصيلة، أي أن كل وقت من هذه الأوقات إشارة لانقلاب زمني عظيم، وأمارات لإجراءات ربانية جسيمة، وعلامات لإنعامات إلهية كلية. لذا فإن تخصيص صلاة الفرض التي هي دين الفطرة في تلك الأوقات هو منتهى الحكمة. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل وسلم على من أرسلته معلما لعبادك ليعلمهم كيفية معرفتك والعبودية لك، ومعرفا لكنوز أسمائك، وترجمانا لآيات كتاب كائناتك، ومرآة بعبوديته لجمال ربوبيتك، وعلى آله وصحبه أجمعين. وارحمنا وارحم المؤمنين والمؤمنات، آمين. والحمد لله رب العالمين.